لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من إسطنبول علام سباحات مراسل غد. إذن علام، ما هي الرسالة التركية التي يحملها تشاوش أغلو، وخاصة بعد إثارته غضب يعني العديد من الأوساط اليونانية؟ نعم كوثر، ما يقوله الجانب الرسمي التركي، ما يصرح به أمام الإعلام، هو أن يعني هناك أجندة إيجابية ورغبة بالتعاون بين الجانبين التركي واليوناني من أجل حل كل الخلافات بين الجانبين على طاولة المفاوضات وعن طريق الحوار. هذا هو ما تحدث به وزير الخارجية التركي مورود تشاوشولو يوم أمس على الأقل في لقاء مع صحيفة يونانية قبيل لقائه اليوم مع رئيس الوزراء اليوناني ميتشوتاكس ومع وزير الخارجية اليوناني الذي أيضا سيعقد معه مؤتمرا صحفيا بعد نحو 3 ساعات من الآن. ولكن عمليا بالتفاصيل هناك الكثير من الخلافات كوثر بين الجانبين التركي واليوناني. نحن نعلم أن هناك توتر سياسي كبير كان قد نشب على الأقل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد خلال زيارة وزير الخارجية اليوناني في 15 من أيار الماضي من نيسان الماضي في أنقرة، و يعني أفشى بأن هناك الكثير من الخلافات العالقة لا تزال قائمة بين الجانبين، أبرزها الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة والمياه الإقليمية وعمليات التنقيب التركية وملف الجزر اليونانية في بحر إيجا والبحر المتوسط، وهو ملف معقد وشائك لأنه يرتبط أولا بالحدود البحرية وثانيا بالمناطق الاقتصادية وثالثا يرتبط بعمليات تسليح الجزر اليونانية كما تقول أنقرة، وأيضا يرتبط بالأجواء الأجواء بين الجانبين وحدود كل دولة في هذا الملف، بالإضافة إلى ملف الهجرة غير الشرعية وملف قبرص، كلها ملفات معقدة وكثيرة، ويعني الخلافات بين الجانبين هي كبيرة جدا ولا يمكن القول إنه يمكن حلها بين الجانبين عن طريق الحوار. ما تريده أنقرة الآن خلال هذه الزيارة يرتبط بملفين اثنين، أولا محاولة إقناع اليونان بألا تستخدم أثينا ملف العلاقة مع الاتحاد الأوروبي من أجل الضغط على تركيا من جهة، ومن جهة أخرى الوزير التركي أعلن بأن هذه الزيارة ستمهد للقاء بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء اليوناني ميتشوتاكس في 14 من حزيران القادم على هامش اجتماعات قمة قادة الناتو في بروكسل، وبالتالي هي زيارة تبحث كل الملفات وتمهد للقاء بين الرئيس التركي ورئيس الوزراء. ولكن كما قلنا قبل قليل التفاصيل فيها الكثير من الخلافات، ويبدو أن الصورة معقدة إلى حد كبير لأن عدد الملفات الخلافية يعني كبير ويزداد يوما بعد يوم، أخذا بالاعتبار أيضا كوثر ملف الأقلية كما تقول تركيا، الأقلية التركية في إقليم تراكيا الغربية وهي جزء من اليونان، وهو أيضا ملف خلافي، تقول تركيا أنه يجب أن يتم إعطاؤهم كل حقوقهم، وتقول اليونان أنه لا يجب التدخل بالقضايا الداخلية وأنهم مواطنون يعني يحصلون على كامل حقوقهم في اليونان. نعم علام سباحات مراسل غد، كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.